أعلنت جمعية تيرو للفنون ومسرح اسطنبولي عن إقامة الدورة الرابعة من مهرجان لبنان المسرحي الدولي لمونودراما المرأة في المسرح الوطني اللبناني المجاني من 28 لغاية 30 من حزيران يونيو الجاري. وللحديث عن هذه الدورة معنا الممثل والمخرج قاسم اسطنبولي مؤسس المسرح الوطني اللبناني. أهلا وسهلا فيك. مرحبا، تحية لحضرتك ولجميع المستمعين. وتحياتنا كمان لك. واللافت بالدورة الرابعة من هذا المهرجان هو الشعار تحية للمرأة المناضلة. إذا ممكن سيد قاسم تحطنا بأجواء هذه الدورة من المهرجان والشيء التقليدي، يعني شو الجديد فيها؟ هلا هذه الدورة أكيد هي عم تمرق يعني بأزمة موجودة بلبنان حاليا، فنحن عم نوجه تحية إلى المرأة المناضلة، وتحية لصمود أهلنا في الجنوب وأهلنا في غزة. وهذا المهرجان كمان عم وجه تحية للممثلات رائدات، الممثلة الراحلة تريال كريم، وعم بكرم الممثلات منى كريم بنتها والممثلة ختام اللحام. ومشاركة عروض عم بتكون موجودة معنا من تونس، من الجزائر، من الإمارات، وكمان من لبنان وفلسطين. يعني هذا المهرجان عم نحاول يضل متنفس للناس في المسرح الوطني اللبناني في طرابلس، وكمان حننقله للجنوب بالمسرح الوطني اللبناني في صور. يعني على الرغم من هالظروف الصعبه عم بيكون هذا المهرجان متواجد، وعم بيكون كمان نحن بهمنا انه المراه العربيه عموما تشارك بالاعمال المسرحيه وتكون على المسرح، ان كان بالكتابه ولا بالاخراج ولا بالتمثيل. فهذا المهرجان هو يعني الإضاءة على القضايا المتعلقة بالمرأة وإظهار قوتها في مختلف الميادين، من أجل طبعا تحسين القوانين والظروف والفكر حول يعني المرأة في بلادنا. نعم، قديش مهم أيضا أن يقام من ضمن فعاليات طرابلس عاصمة الثقافة العربية اللي صادفت هذه الدورة بفعاليات مع فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية؟ طبعا هذا شيء مهم، انه مبروك لهالمدينه العظيمه، المدينه اللي فيها تاريخ وحضاره وارث، انه يحتفى بها عربيا، فهي عروس العواصم العربيه، يعني يحتفى فيها على الصعيد الثقافي، وهذا شيء مهم للاضاءه على هذه المدينه. فمن ضمن الفعاليات انه يكون في مهرجان مسرحي عربي عم بتشارك في دول عربيه، وهذا المطلوب انه يكون نحن عندنا حراك مسرحي عربي. فهل ضيوفنا اليوم من تونس والجزائر والامارات، طبعا بالاعمال المختلفه، كمان اصحاب الاعمال طلاب يعني مشاركين، كمان عدد من الاعمال كمان لمحترفين الفنون، ومشاركه العمل من الامارات من اكاديميه الشارقه للفنون الادائيه، وهي واحده من الاكاديميات المهمه عربيا، وخصوصا عم بتدرب وتعلم الشباب الخريجين من مختلف الدول العربيه، وهذا الشيء عم بياسس لحراك مسرحي مهم. فيعني طرابلس تستحق انه يحتفى فيها عربيا، وهذا الشيء نحن عم نقدمه هو يعني جزء من الفعاليات اللي عم نقوم فيها، ان كان مهرجان السينما اللي صار، ولا حاليا كمان التخطيط الى مهرجان لبنان المسرح الدولي اللي راح يكون ان شاء الله بشهر اغسطس، واللي هو يعني من اساس الفعاليات طرابلس عاصمة الثقافة العربية. نعم، لافت مثل ما ذكرت حضرتك، يعني في عرض لنضال المرأة، لقوة المرأة، وبمشاركة هالعروض المسرحية يعني من أكثر من بلد عربي، مصر، الجزائر، تونس، الإمارات، وأيضا لبنان، بيسلط الضوء أكثر يمكن، وبيعطي نظرة أشمل عن نضال كل مرأة ببلده وبمكانه وبمجتمعه. طبعا مثل ما تفضلت حضرتك، انه كمان نحن نتعرف على بعض، ادب اي مهرجان كان اليوم هو التلاقي والتبادل، وانه نتعلم من بعض ونشوف تجارب مختلفه مسرحيه، وهذا الشيء اللي بيغني ان كان الخريجين ام الطلاب ام حتى الجمهور والفنانين المخضرمين اللي بيكون عندهم طبعا اعمال مهمه. هذا الشيء بيعمل يعني تلاقي، وبيقدر يخلينا نشوف يعني ما يحدث اليوم بتونس، ما يحدث بالجزائر، ما يحدث بلبنان. هذه كلها من خلال المسرح نقدر نعكس أوجاعنا وأفراحنا والمشاكل وهموم المواطن اليومية والمرأة بشكل عام، كأنه مهرجان المونودراما يعني بيطلع على قضايا المرأة. فهذا يعني إذا بدك الحراك المسرحي وهذه التظاهرة المسرحية من خلال الجمهور الطرابلسي، خصوصا هو مهرجان مجاني، يعني كل طبقات المجتمع بتفوت على المسرح، يعني بمنطقة يعني شعبية مثل ساحة التلم وسط طرابلس القديم، وان كان بمدينه صور الجنوبا، يعني هذا الشيء متنفس يعني اليوم حتى للنازحين في الجنوب اللي نزحوا من المناطق الحدوديه، انه كمان يضلهم عم بحسوا بوجودهم، وانه نسيهم الحرب، يعني نقدر نجيبهم على المسرح
يشوفوا عروض مسرحية، يتعرفوا على ثقافات مختلفة من العالم، وهذا أهمية هذا المهرجان. يعني بالفعل صادفت يعني أو صادفت هالدورة شيئين، أولا طرابلس عاصمة للثقافة العربية، وأيضا الحرب الموجودة والتخوف يلي موجود أيضا بلبنان. إذا نحن بدنا نقاوم بالثقافة، اليوم المسرح هو فعل مقاوم، المقاومة الثقافية ضروري اليوم نحن يكون عندنا فعل صموم وتحدي، ونقدر نضلنا مستمرين ونضلنا عم نعمل هذه العلاقة بين المرسل والمتلقي. طبعا وهذا المهرجان السنة تحية للجنة، لجنة المسابقة الرسمية للمهرجان اللي بتضم الفنان القدير عمر ميقاتي ورئيس لجنة التحكيم الدكتورة جنى الحسن والدكتورة هند الصوفي، ويعني إذا بنقول لجنة تقريبا هي طرابلسية بامتياز باختيارات يعني مجالات مختلفة بالفنون. فحيكون كمان في مسابقة رسمية لهذا المهرجان بتنافس العروض على جوائز أفضل ممثلة وأفضل تنوغرافيا وجائزة لجنة التحكيم لهذا العام. يعني هي جوائز معنوية تقديرا لهذه التجارب المختلفة بتنافسوا ضمن هذه المسابقة، وطبعا الهدف هو المشاركة بالأخير. تحية لكل الضيوف اللي شاركوا رغم الظروف يعني والتهديدات اللي عم يشهدها لبنان خصوصا بالآونة الأخيرة، يعني المنيح اللي قدروا يعني الفرق تشارك، وكمان وجودهم هو تحدي، ووجودهم هو إذا بدك فعل تضامن ثقافي مع لبنان. نعم. إذا ممكن تحطنا شوي بأسماء العروض، شوي التفاصيل عن العروض التي ستقام يعني بهالدورة من المهرجان. بالنسبة للعرض التونسي في عنوان بيا، هذا العمل يعني المونودرامي، بالإضافة إلى كمان العمل بعمل بتناول عمل بعنوان حفل زفاف كمان لمحترف تيدو الكنوع بيشارك في هذا العمل اللي بيحكي عن يعني عن قضية غزة بتحديدا فيما يتعلق بمعاناة النساء من الحرب، بالإضافة إلى العمل من أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية كمان هذا العمل اللي بيحكي عن هموم المرأة. لا حماد خريجة الأكاديمية هذه التفعة اللي طبعا عم بتشارك في هذا العمل اللي بيحكي عن المرأة بتحدياتها اليومية، وعمل يعني حيقدم باللغة الإنجليزية. يعني كمان هذا مش بس باللغة العربية، بعض الأعمال بالإضافة إلى عملين من الجزائر المتشردة والعمل الآخر العلب. فهذا يعني العمل متفاوت إذا فينا نقول، مواضيع مختلفة. وحيكون في كرنفال بالاحتفالية، حنعمل كرنفال شارع بمشاركة فرقة الكوفية من مخيم عين الحلوة، حيجوا يعملوا موسيقى بالشارع يعني ويعزفوا. وحترفع أعلام الدول العربية 22 علم عربي، هاي احتفالا بطرابلس عاصمة الثقافة العربية، لنقول انه هذا نحن بحاجة دائما الى هذا التضامن العربي الثقافي، لانه نحن بحاجة دائما نفرج هويتنا العربية وتراثنا ولغتنا وحضارتنا العظيمة. وهذا جزء مهم من وجود المسرح العربي اليوم، واحتفاء بطرابلس عاصمة الثقافة العربية. يعني بين التظاهرة وعروض افلام راح يكون تقارير مصورة، يعني حيكون في تقرير عن المكرمة فريا الكريم والممثلات المخضرمات بتام اللحام ومنى كريم، يعني حتى يعني دائما نحن نكرم الفنان عن يعني بعد ما يرحل، نحن بحاجة دائما نحسس الفنان بقيمته بوجوده ونقول له شكرا لعطائك، شكرا لعملك ولجهودك. طبعا نحن بنعرف معاناة الممثل في وطننا العربي والقطاع الثقافي طبعا في ظل غياب السياسات الداعمة للثقافة والفنون من بعض يعني المؤسسات الحكومية أو الخاصة، فللأسف يعني الفنان يعاني، ولكن هو وجه وحضارة أي بلد. يعني نحن اليوم نعرف تونس من خلال ممثلينا، ونعرف تونس والسودان والجزائر ومصر والسعودية، فكل دولنا العربية دائما الفن هو اللي بيقدر يعرفنا ويحفزنا ثقافة هالبلد وتراث. في المهرجان يقام بمدينتي صور وطرابلس، هل العروض راح تكون بطرابلس غير الموجودة بصور، أم راح تتنقل العروض وتعرض بالتوازي؟ يعني كيف راح يكون المبدأ؟ راح يكون الافتتاح في طرابلس، راح يكون في عرض الافتتاح اليوم من الإمارات، العرض فالنتاين المسرحية، وثاني يوم راح يكون في عرضين، بالإضافة إلى راح نرجع نعيد العرض الجزائر اللي حيعرض في طرابلس وحيعرض في صور، وبالإضافة إلى طبعا العرض التونسي. وفي ثلاث عروض راح تكون مختلفة، راح تعرض فقط في صور لأنه
هن من محترف كثير الفنون. في صور كمان، في 3 تجارب مسرحيه بين عرض راقص وعرضين يعني مونودراما راح يقدم بس بصور، يعني كرمال ما نتعبهم يعني بالتنقل. فيعني هذا المهرجان متنوع، راح يكون في يومين بطرابلس، وحنختتم المهرجان بالأمسي راح تكون بصور، راح يكون كل يوم في 2 ساعة من المسرح. ويعني الجمهور طبعا ما يعني بشكل مجاني بيقدر يشاهد هذه العروض، وكمان راح نبث العروض عبر الانترنت من خلال صفحة جمعية تير الفنون والمسرح الوطني اللبناني، كمان للناس اللي حابين يشوفوا هذه العروض بيقدروا كمان يشوفوها عبر الانترنت، وهيك منحاول نوصل لأكبر قدر ممكن من الناس. أنا بدي أتمنى لكم التوفيق في هذه الدورة، الدورة الرابعة من مهرجان لبنان المسرح الدولي لمونودراما المرأة، وسعدنا بوجودك معنا الممثل والمخرج ومؤسس مسرح اسطنبولي قاسم اسطنبولي. شكرا لكم، وشكرا لمونتي كارلو دائما الداعمة لكل الأنشطة الثقافية بكل الوطن العربي. شكرا لحضرتك، وبشرفنا دائما يكون معكم. مشرف لنا، شكرا ونهارك سعيد.